على التشكيك جاء مجوز حاجات أنه هذه الرسالة الثانية التي تنشر ذكر مليح العركة على الرسالة التي نشرها أكرم العزوري والخصومة أنت ويه مش بن علي وكذا ذكر مليح ولا كانت صار نقاش في هذا الاتجاه لا لا ما تعركتش مع هذيك بالعكس انا عندي انا محامي يخرج ورقه هو معناها الورقه هذيك سليمه وصحيحه <applause> ثم انت تقول في 2015 بن علي لم يعد ممنوعا من التعبير في السعوديه انت تقول باش تعطيك في كلمتين لا, لا لا منت... استناني خد فما ناس مش المهم انت تفهم المهم نسمعوا فينا يتبعوا الخيط يفهموا معنا باش يفهموا باش اجابتك يفهموها اليوم تنشر رساله غير ممضات على الاقل فيها امضاء وتوقيعه والتاريخ بخط يده على الاقل واش اللي منع بن علي انه يتكلم تسجيل صوتي او فيديو مم. اليوم يتكلم للتوانسه دونك هو لم يعد ممنوعا علش بلغه بلغه نوعا ما ركيكه تكرار وكذا وجمل غالطه وما شو لي تنسبوا لي بن علي قالوا مريض تنسبوا لي اذا اللغه هذيك نتاع واحد طيب مريض ثبت عاد روحك اي ها قالوا حبوه روحك عاد حبوا مريض بنزال حبوا مريض حبو 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 روحك. ويكتب لو بتروح قبل نمشي دونك عديد الاشياء تدعو الى التشكيك والى م. الشك في هذا م. شو هذا قاعد شو بك خلنا نلخص الحكايه في كلمتين مش متوضحين احنا لما محاله في تونس نعيشوا في ازمه تاع تشكيك ازمه ثقه بين بعضنا الناس الكل تشوف في الناس الكل انت مك الصحافي وانا مش محامي وذاك مش رئيس حكومه وذاك مش رئيس جمهوريه وذاك مافيا وذاك سارق وذاك فاز وذاك مرته وذاك ابوه وذاك علي وما الى ذلك اليوم باي كل باي الشعب يشك في كل الشعب حرب الكل ضد الكل وبالتالي نتوقع انا باش يقولوا هكا امر طبيعي جدا نرجع بيك انا الى حاجه مهمه جدا انا محامي عندي 20 سنه مانيش بلوغور راني يعني. مانيش واحد ذاك عامل جو يحب ينشر فازه في وعايش في امريكا ويعمل في فيديو ويحكي في كلام وشايخ يشوف الجام وجو بارتاج انا محامي عندي عشرين سنه مادي يمين المحاماه نجي اليوم خرج رساله نسبها لبن علي وهو ما عنده حتى علاقه به تؤسس الى جريمه نشر اخبار زائفه نسبه امور غير حقيقيه جرائم معنا كريمون انا اليوم نجي نلعب بسمعتي نلعب بيمين المحاماة بكل أريحية قاعد نهبط جواب، جواب لشكون؟ ننسبو لشخص، شكون الشخص؟ مش أي شخص، رئيس الجمهورية السابق اللي هو حي ويتفرج في محامي في تونس يقول فيه ما لم يقله وعنده عايلته في تونس، بنته عايشة في تونس، سيرين، بنته الأخرى عايشة في تونس، جزء كبير من عايلته في تونس، يشوفو في محامي يقول في بوهم كلام ما قالوش. وعنده عائلته في السعودية تشوف في محامي يقول في بوهم كلام ما قالوش المعلومات يا بكر البارح نسرين مش سيرين اللي هي في, 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 في السعودية هبطت الرسالة وقالت راهو محامينا هبط الرسالة هذه وهذا موقف بونا وهبطته في الانستغرام ونشره معناها شنو مطلوب نهزوا اليوم بن علي البلدية عمل تعريف بالامضاء معناها بالحق من جهزه اليوم بن علي يمشي بلاد يشد الصف يعرف بالامضاء باش فلان يرضى ويرتاح هل شاركت منير بن في كتابه الرساله؟ تعطيك حاجه اخرى تراي شاركت في كتابه اعطيت رايي اعطيت رايي اعطيت في كتابه الرساله اعطيت رايي اعطيت رايي مش كتابه الرساله اعطيت رايي مع هو في اه مع, مع, مع رئيس الجمهوريه شخصيا 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 السابق, شخصيا السابق. طبعا في بعض الحاجات اللي انا قلت له ماذا بينا ما يتحطوش مثلا هم ما يتحطوش ب... مثلا هما كيفاش مثلا انت هما هم تنحاو تحب تعرفهم ده انت ما نحلوش نحي فيهم ما نخليهم وقت شنو أبو بكر ده? انت مشيت الى التكذيب والى الدخول في مواجهه وبعد في رد على الرد ثم آه نشرت رسالة الرئيس السابق ويبدو أنه حتى نشر الرسالة كان بنصيحة منك آه للرد على محسن مرزوق عجبتني, عجبتني يبدو انه كنت يعني يبدو انها بنصيحه مني هي بنصيحه مني مش بنصيحه مني يبدو ان ما هكذا تجاوبني عاد مش مش بحذايا انت ماكش من بن صالح انت هاك بجنبي لا قلت عجبتني يبدو ايه. ما حتى أه لانك داخل انت بيدك في عركه سياسيه من بن صالح و الفوند كوميرس الاصل التجاري م -م. للنظام السابق بن علي وكذا والتجمع و ايه؟ هو عبير موسي <applause> وانت قريب من عبير موسي <applause> سؤال معلومه كنت نجم لي صحيح ولا غلط انت قريب من عبير موسي فرديت لانه يعني اعتبرت انه استعمال محسن مرزوق هذه الورقه يعتبر تهديدا للفوند كوميرس الاصل التجاري بتاع عبير موسي دونك تخلقت هالمعركه هذه وهي معركه سياسيه لا لا علاقه فيها بالدفاع عن بن علي لا لا ماهوش انا كي كذابة محسن مرزوق كان تكذيب بطلب من الرئيس بن علي هو اللي حب يكذب وهو اللي بعث لي على انستغرام او على استغفر الله على الواتساب بعث لي تدوينه محسن مرزوق العشره نتاع الليل فطلبته الصباح قلت شنو تحب تحب تكذب ما تحبش تكذب خلينا نحب نكذب وبالتالي التكذيب راهو بطلب منه هو لانه الامر يخصه مش انا انتصارا لعبير موسي دخلت في عركه محسن مرزوق عبير موسي ربي وافقها وصديقتي وقريبتي قبل ما تعمل حزبها كنت انا من الناس اللي نصحتها باش تعمل حزب سياسي وشجعتها على الفكره هذيك لكن مش معناها اني انا مش في مساند عركه مساند لها ليش شجعتها معناها؟ انت شجعتها قبل ما يتعمل الحزب وجلست انا وياه ومعنا اصدقاء و... ما زلت مساند دا. مساند لها يا. مساند لها